GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتاني درس في الكومبوننتس، ونخش على الشيك بوكس والكلر بيكر والكومبو بوكس. زي ما اتعلمنا وتحطينا المرة اللي فاتت في آخر درس، الكومبوننتس كانت فوق بالشكل ده، فأنا حبيت أحطها هنا عشان أبدأ أستدعيها على طول. الشيك بوكس بطلع كذا واحد كده بالشكل ده، وخلينا نعمل لهم ألاين مع بعض. تمام. وخلينا كمان نديهم شوية سيمترية كده. تعال نشوف الشيك بوكس ده عبارة عن ايه. طبعا enabled خلاص احنا عرفناها، و visible معدل الرؤية خلاص. وهنا الليبل ده الاسم اللي هتحطه، جي اف اكس مثلا، انتر. وهنا تالتة مثلا اي حاجة، فلاش مثلا. لو انا عندي كده يبقى تاني حاجة يقول لك ليبل بليسمنت. طبعا نفس الحكاية بالظبط، بس هنا الليبل عندك هنا اهو، والايقونة اللي انت بتحدد عليها عندك بالشكل ده. وان حبيت عم تعملها سيلكتد وتبقى حاجة زي كده. طبعا وضحت كده دي وظيفتها ايه. خلاص لو انت جيت كنترول او كوماند انتر، بتبص تلاقي كده دي محددة، وبعدين بتحدد على اي واحدة فيهم. ميزة الشيك بوكس اللي هو بيعمل لك اختيارات متعدد. لو انت عندك منتجات او لو عندك اختيارات وعندك شيك بوكس كده، اعرف انها ممكن تختار كذا واحدة فيهم. تمام. ودي كانت بالنسبة لي الموضوع اللي سيلكتد. عندك بقى الرايت وعندك الليفت. لو انت بقى شغال بالعربي، تمام، هتروح جاي هنا ليفت، وانا بتقول له خلي الكتابة ليفت، ليفت يعني على شمال المربع، وخليها مثلا الاين. تمام. يبقى عندك حاجة بالشكل ده. طبعا يقبل عربي. تعال نشوف العربي كده. هنقول جي اف اكس اهو، مفيش عنده مشكلة خالص. الفلاش عالج مشاكل العربي اللي كانت دايما بتقابلنا زمان، وهكذا بالنسبة للشيك بوكس. بالنسبة للي بعد كده، نخش على الكالر بيكر. لو انا عندي حاجة زي كده مثلا، تمام، وجينا حطيناه. تعال نشوف انيبل طبعا وفيزيبل دي خلاص. وبعدين بتقول له السيلكتد كالر ايه. طبعا باي ديفولت بتلاقي سيلكتد كالر ده الاسود، تمام، وده الكودنج بتاعه، الاكواد بتاعه الكالر. كل ما هتروح على لون من الكالر هيديك الاكواد. الاكواد دي خد بالك دي مهمه قوي في حته في السي اس اس والاتش تي ام ال لو انت بتدرس تصميم مواقع. تمام. دي حاجه مهمه قوي برضو داخل فلاش، دي حاجه لا غنى عنها. عندنا هنا بقى ممكن تخلي اللون الديفولت بتاعه كده، يعني يبدأ من اللون ده. تمام. وممكن كمان تخلي شو تكست فيلد ده هيشيل لك خالص حتة الاكواد اللي فوق. يعني شوف انا لما انا شلته ضيع لي خالص حتة الاكواد اللي فوق، لغاها لي خالص واكتفى باللون ده. بيتعمل لو انت عامل مثلا برنامج لتصميم الازياء مثلا، بحيث ان هو ممكن يضيف الالوان زي ما هو عايز، او جيمز في الوان فساتين، الوان قبعات كده. لما تشوف في الجيمز في النت، بتبص تلاقي عامل لك شويه بنت كده وتقلعها لبسها وتحط لها توكه ومش عارف ايه والكلام. لو عملت اختيار ده هيبقى جميل جدا. طبعا الجيمز زي ده او الابلكيشن زي ده مش هيحتاج الكود، فانت بتشيله خالص بالشكل ده. طبعا كل الكلام ده كله يتعمل داخل الاكشن سكريبت، ويتحكم تماما داخل الاكشن سكريبت. خلينا في الكومبوننت اللي بعد كده اللي هو الكومبو بوكس.
الكومبو بوكس ده بيديك اختيار زي ما هنشوف. تعال نشوف الداتا بروفايدر ده يعني ايه. داتا بروفايدر، تعال ندوس على القلم. تبص ليه هو ممكن يديك كذا حاجة. يعني انا دلوقتي ضفت كام؟ ستة، ستة منتجات. لو انا جيت عملت تيست الموفي، بضغط كده ببص الاقي هنا في ستة، 0 1 2 3 4 5 6. خلاص، يبقى انا عامل لك ايه؟ عامل لك الاختيارات دي بالشكل ده. وطبعا الاختيار اللي هو خمسة رو كاونت، يعني هيظهر لك خمسة رو. بعد كده فوق الخمسة يبتدي يظهر لك مين؟ السكرول دي. تمام، يبقى 1 2 3 4 5. تعالى اتحكم شوية في الأسماء بتاعة الداتا بروفايدر اللي احنا عملناها. لو أنا جيت فتحت ده كده وقلت له ده مثلا فلاش منتجات بقى عندك، أو المنتج الأول، المنتج الثاني، منتج ثالث، خلينا نكمل بس الآخر عشان تحس بيها، المنتج الرابع، وهكذا. تمام، طيب لو انا جيت عملت تيست الموفي بتلاقي المنتج الاول على طول مختاره لي بالشكل ده. شايف؟ منتج اول، تاني، تالت، رابع، خامس، سادس، سابع كمان، لان الصفر عدوا لك واحد. طيب لو هنا جينا في البرومبت، لو جينا هنا في البرومبت هنقول مثلا جميع المنتجات، انتر. ده ظهرت لي فوق هنا، يعني ده بيوريك بس ان هنا في لستة جميع المنتجات، وهنا بيفهمك يعني ان في هنا حاجة منتجات، وبعدين بتضغط كده تبص تلاقي مين؟ المنتج كله. كويس، خلينا مثلا نخليه 3 بس. لو جينا عملنا تيست بص تلاقي هنا 3 رو، وبعد كده بدأ يحط لك حاجة زي كده، او انت حط مثلا 8، لا خلينا في 7، يبقى عملها لك كلها 7 رو. وبعد الـ7 يبتدي يعمل لك السكرول زي ما احنا اتعلمنا قبل كده. خلينا 5. اديتابل دي لو جيت علمت عليها هيخليه، تعالى كده بص، بص انا ممكن تكتب ايه مثلا؟ منتجات جي اف اكس. جميل، جيت هنا هتلاقي بدأ يعني مخليك تكتب، ما بيخنقش عليك ولا لازمك بحاجة، بس طبعا ما بيتسيبش. طبعا ده ما بيتسيبش، ده بس عبارة عن اللي هو بس مخليك انت ايه تكتب الحاجة بتاعتك كنوع من السيرش. مجرد ما تكتب منتج او منتجات بتبص تلاقي على طول نزلت لك القائمة. طب تعالى نشوف تاني، تعالى منتج او منتج كده. تمام، يعني هو مش مديك سيرش قوي، بس هو زي مثلا حاجه زي السيرش، خلاص تبقى فاضيه كده. طيب الايتابل دي ملهاش لازمه خالص، وانيبل طبعا وفيزابل والكلام ده، دي مش مهمه قوي، مش افكتيف معاك قوي. المهم اهم حاجه المنتجات، وكل منتج طبعا الوصف بتاعه، مثلا كورس الفلاش كورس جملة، وهنا سيب وكده. شايف؟ يعني ده عبارة عن بس ايه كوصف من جوه، انت تبقى عارف المنتجات بتاعتك ايه، لان في فعلا ويب سيطات كتير عليها مراكز بيع، فبتبقى المنتجات كتيرة، فبقول لك ده تبع مين، يعني ده ايه وتبع ايه والكلام ده، ورقم العميل ايه، او رقم الناس اللي بتعلن عنده ايه، وكل حاجة عشان ما ينساش، ويعملها زي نوتة كده اضافية ليه عشان يبدأ يتعامل مع العميل بعد كده.